الموطأ هو كتاب للإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة. هذا الكتاب فيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليق من الإمام مالك عليها، وقد شرح شروحات متعددة كالتمهيد لابن عبد البر. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الكتاب: ليس هناك كتاب تحت أديم السماء أصح من موطأ الإمام مالك. وقول الشافعي هنا لا يعني أن موطأ الإمام مالك مقدم على صحيح البخاري، لأن الأمة مجمعة على أن أصح الكتب هو كتاب الإمام البخاري، لأن مقولة الإمام الشافعي سابقة لتصنيف كتاب البخاري، فإنه أسبق من البخاري، ولذا فإن من شيوخ البخاري الإمام أحمد، والبخاري لما عرضه على الإمام أحمد فاستحسنه، فيكون قول الشافعي رحمه الله هو قبل أن يحصل أو يصدر أو يصنف كتاب البخاري. ويمتاز هذا الكتاب بأنه عالي السند، وهناك علو في السند ونزول في السند، فكلما كثر الرجال في السند كلما كان السند نازلا، ويكون الضعف إليه أقرب من الضعف إلى السند العالي، والسند العالي هو قلة الرجال، وإذا قل الرجال كان الخطأ أقل، وهو من حيث علو السند أعلى من سند البخاري. ولذا البخاري رحمه الله وهو البخاري يقول: أصح الأسانيد أقول مالك عن نافع عن ابن عمر. إذن كم بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ نافع وابن عمر. وقد أخذ العلم عن الإمام مالك الشافعي رحمه الله، فالشافعي أحد طلاب الإمام مالك. ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله قد نشر علم النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، حتى إن العلماء يقولون في مصطلحاتهم وفي أصولهم: هذا قول أهل المدينة، وذلك لأن لأهل المدينة مرتبة وفضلا. وإما يدل على سلامة نية هذا الرجل: نحسبه الله حسيبه ونزكي على الله أحدا، أن الله عز وجل جعله إماما في الآخرين. فانظر إلى ما بين وبين عصره من السنين، ومع ذلك أثبت الله عز وجل مكانته وسطر اسمه في التاريخ وسطر موطأه في التاريخ، وذلك لأنه لما أراد أن يؤلف الموطأ قيل له إن هناك موطأات فلا معنى لأن تؤلف، فقال رحمه الله: نؤلف وما كان لله سيبقى. وسبحان الله، لم يبقى موطأ ظاهرا وواضحا إلا موطأ الإمام مالك رحمه الله. فهذا يدل على أن العبرة بما في القلب، وإذا أشار عليه الخليفة أن يجعله كتابا يتحاكم الناس إليه رفض. لماذا رفض؟ حتى لا يعول الناس على كتابه ويدعوا كتاب الله عز وجل. وإذا قال قولته المشهورة قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويعني بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على أن هذا الرجل بقي اسمه وذكره عند العرب والعجم وعند المسلمين والكفار، أن أحد الأشخاص يحدثني حديثا عابرا، كنا في مكتبة وكان من بين الكتب الموجودة على الطاولة: كيف تحبب أطفالك في القراءة؟ فقال المحدث لي: قال إن عندي كتابا يقول عنوانه: كيف تكون سريع القراءة سريع الاستيعاب. قال وهو كتاب مترجم لشخص غير عربي وليس مسلم، لكنه يقول مما ذكره في هذا الكتاب من الآثار عن الإمام مالك. قال: كان الإمام مالك كان سريع القراءة سريع الفهم والاستيعاب، فجعل الإمام مالك ممن تقدم هذا الرجل الإمام من الأئمة الأربعة، والأئمة الأربعة في الفقه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.